النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحكمة كان يستدين ويستلف من أشخاص لا تربطه بهم مودة ومحبة، ولو طلب من أبي بكر أو من عبد الرحمن بن عوف أو من غيرهم من الصحابة لا أعطوه أنفسهم وليس فقط المال، لكن لحكمة أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستلف من القريب والبعيد. فاستلف من أعرابي، فجاء هذا الأعرابي قبل موعد قضاء الدين، قبل الموعد، وقال إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، يعني تؤخرون قضاء الدين عن وقته، ما قد جاء الوقت أصلا. فقال إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، وأخذ يعني رداء النبي صلى الله عليه وسلم وكان من صوف حتى أثر في صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يفدونه بأنفسهم، نحورهم دون نحره، صدورهم دون صدره. فجاء عمر وهو غاضب، دعني أضرب عنقه. واحد يفعل هذا الفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب خلق الله إلى الله، هذا إنسان مخبول. دعني أضرب عنقه. فقال يا عمر كنت أنا وهو أحوج إلى غير هذا منك، أن تأمره بحسن الطلب وأن تأمرني بحسن الأداء. اذهب فأعطه حقه وزده كذا وكذا بسبب ترويعك له. انظروا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خلق كل من تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم.